حلقة اليوم من ضيوف إكرام هي حلقة خاصة بنفس الشباب، نتلقوا فيها مع ريم فتحي، أنس الحمدوشي وندى الداوي، نتكلموا فيها على أدوارهم في نصف قمر وعلى كواليس أخرى، بقوا معنا. ريم مرحبا بك معنا في حلقة جديدة من ضيوف إكرام. الله يبارك فيك، شكرا بزاف على الاستضافة إكرام، جي تري كونتونت أنني معكم. أناس ندى مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من ضيوف إكرام. بارك الله فيك، شكرا، نتمنى ندوز حلقة زوينة وخفيفة على قلوب إن شاء الله. المناسبة شرط واستضافتكم معنا اليوم في برنامج ضيوف إكرام مرتبطة بتألقكم في إنتاجات رمضانية على القناة الأولى. ريم فتحي من خلال دورك في مسلسل نصف قمر، أناس كذلك في نفس المسلسل، ندى كذلك في مسلسل نصف قمر. البداية تكون مع ريم فتحي. دور التوحد وما خلق هذا الدور من إشادة وتنويه من طرف المشاهد المغربي، كيفاش أولا قبلتي المغامرة؟ أولا بغيت نشكر المخرجة بزاف ديال البحار اللي تاقت فيها، حيت كما تعرف يا إكرام سي با فاسيل أنك تثقي في ممثل باش أعطيها الدور هذا بهذا الحجم الكبير. إيديكو من هذه الناحية كنشكر ديال بزاف اللي تاقت فيها وعطتني هذه الفرصة هذه باش نبين على لو تالون ديالي. الحمد لله سا مارشي اي لو بيرسوناج عجب الجمهور بزاف اي سي ان تروك كي متوش انورميمون. واش كان سهل لك انك تدخلي في شخصيه ديال شابه كتعاني التوحد؟ سانسيرمون سيتي با فاسيل او ديبي، كيما كتعرفي ضروري خاص دي ريغيرش. جي دو نتفرج في لا سيري اتيبيكال اللي لعب لو بروميير رول سام، خديت من عنده كلكو تيك بيان ايفيدامون بلا ديريكسيون داكتور ديال جيان بحار، سا با بوكو ايدي. اي سانسيرمون انا تعمقت في لو بيرسوناج لقيت راسي انا تعمقت فيه بوحدي اكثر من ندير لي ريغيرش. Sincèrement, tellement que tu le personnage que je suis en train de faire. Et en fin de compte, je trouve vraiment les autistes, ils sont comme ça de base. Donc voilà. Anas, tu as joué dans le film de Kamar, tu as joué خربق شويه نفسانيا متضارب في الاسره ديالو، خصوصا مع واحد الحقيقه اللي بانت في الاسره وقلبات الموازين. منين جاب انس الحمدوشي كاركتير ديال شخصيه علي؟ فاش قريت السيناريو ديال المخرجه جيان بحار تعمقت فيه اكثر، تعرف اكثر، عرفت باللي علي عنده طفوله عاشها شويه قاسحه نظرا للطلاق ديال الام ديالو مع الاب ديالو وهو مازال طفل. دونك هادشي جعل عنده اضطرابات بحال كتقول نفسيه، ولا بحال شي كره عند من غيمشي، واش عند الاب ديالو ولا عند الام ديالو. دونك هادشي بقى كيأثر عليه، كيحس براسو بحال زايد في الدنيا هذه بصفه عامه. وفاش مشى عند الاب ديالو، فاش قريت السيناريو تخيلت وانا هكا زعما الطفوله تخيلت عطيتها الماضي ديالها باش نقدر نجسدو وانا في الحاضر، عرفت باللي غيكون عايش مع الاب ديالو هو خايف لي يدير شي غلط ويجري عليه ويصدق هو في الشارع. دونك غيبقى عالي داك الطفل اللي كيعاني دائما اضطرابات وخوف وما عاش طفوله كيف الناس، دائما كيشوف مثلا الناس مع وليدهم فرحانين، هو لا الا دار شي غلط بسيط غيتحاسب عليه، حيت كاينه مرات الاب ديالو اللي كتجي من الى الاخت ديالي. دونك كنشوفو دائما متخوف مكتئب نوعا ما، هادشي هو اللي خلاه داخل سوق راسو علي. يعني ولو ان عنده اخت ونائلة يعني في نفس البيت، ولكن العلاقه بيناتهم ما هياش هي مد وجزر، ما هياش سلسه يعني وغاديه بواحد الايقاع فلويد. نائلة كيفاش لعبتي دورك او علاقتك مع اخوك في المسلسل بين قوسين؟ ديجا كيف ما شافوا الناس وكيف ما شفتي انت اكرام، الدور ديال نائلة هي واحد البنت شويه كومبليكي غير مع راسها، ما حامله حد، ما حاملاش لا سيتوياسيون ديالها، الوغ كو والديها موفرين لها كاع داكشي اللي بغات، كتلبس زوين، كتقرا في مدرسه زوينه، اي حاجه بغاتها كتلقاها، واخا هكا كيف ما كنقولوا محمداش الله. ولكن هذا الشيء راجع لشي اضطرابات هي عندها غير مع راسها، كتشوف ان ماماها ما كديهاش فيها. هي طولون دي ليستوار كنشوفوا الاب اكثر هو اللي مفشش نيلة وكيسمع ليها ورد ليها البال، الوغ كو لا مامون هي غير ان بو سيفير بيان سور، ما كاينه شي ام ما كتبغيش بنتها، ولكن في ان سيغتان لاج كيكون عندنا دي دوت كنقولوا وياك ماما ما كتحملنيش ياك ما، وهذا الشيء فريمون هو اللي وقع لنيلة. مي ابروبو دو علي، بالعكس نيلة وعلي بيناتهم علاقه زوينه بزاف، سي جوست كو نيلة اللي فيها المشكل، اما علي فريمون كيبغي ختو نيلة بزاف، كيرد معاها البال، ما كيبغيهاش تمشي لشي طريق ماشي هي هذيك، مي هي مالوغوزمون ما كتسمعش ليه، ولكن عزيز عليها، تا هو عزيز عليها بزاف.
وهنا الى في الاحداث كتبين لنا انها مع اكتشاف او مع استماع لواحد الحوار ما بين باباها وماماها غادي تقلب عندها الموازين وغادي تولي كتفكر في حوايج اللي ما مزيانهش وتفكر في الانتحار. كيفاش خدمتي هذاك الاضطراب النفسي اللي ادى بشخصيتك نائله للانتحار؟ صراحه انا بقى عاقله على هاد الايامات اللي كانوا عندي فيهم دي سيكونس شويه صعاب، وكنت كنضحك معاهم كنقول لهم علاش جمعتوا لي هاد لي سيكونس كاملين، حيت فريمون ماشي سهله ملي كيتجمع عندك بزاف ديال لي سيكونس فيهم ليموشن طالعه او لا شي حاجه بحال هادي، والله عرفتي كتكونسومي لواحد الدرجه اللي هي كبيره بزاف. وانا صراحه كنت حسيت بهذوك الايامات انا قبل ما نوصل لهاد المشاهد هادو، وكنت شويه مخربقه عرفتي فريمون، وليت كنلقى راسي كيف ما قالت ريم كتلقاي راسك كتدخلي في الشخصيه فريمون بغيتي ولا كرهتي. وكنت شي مرات والله الا زعما ديتيك ديال البيرسوناج لصقوا فيا ديال انها والله كنت كنمشي للدار حيت ما كتسمعش لماما، كنت كنمشي لدارنا ديال بصح ماما كتهضر معايا كنبقى نهوت كنقول لها ويلي زعما رجع لا راه ماشي انت ماشي لا انا دابا ماشي ديك الصفيقه والله. دونك كنقول لا زعما راه مشكله الا مشيت تعمقت بزاف في الشخصيه راه غادي نصدق غادي نمرض من بعد، ولكن هذا الشيء كان بكونسنتراسيون كبيره بزاف و اون ميم طون بالمساعده ديال المخرجه جهه البحار اللي انا كنشكرها بزاف من هذا المنبر هذا، حيت فريمون ثقت فينا ماشي غير انا بوحديتي، ثقت فينا كاملين وعطاتنا مسؤوليات اللي هما كبار ودي بيرسوناج اللي ماشي ساهلين نهائيا. هنا كيقودني جواب ندى السؤال كيتعلق بكريم، يعني انت تدور يعني شابه كتعاني التوحد واكيد عشتي في التورناج ساعات طويله ودخلتي في الشخصيه ولعبتي بزاف ديال المشاهد، وانت كتحطي الكوستيوم ديال الشخصيه وكتمشي لدارك مع الاسره ديالك، كتمشي معاك ديك الشخصيه، كتمشي معاك خلود، كتمشي معايا اي دايور مي سالينا التورناج ابخي 3 مان لقيت راسي مازال في لابو دو بيرسوناج جافي دي تيك، يعني سالي التورناج اي ملي كنت كنخرج الزنقة باغ اكزومبل كيكولو امبوتياج وكنسمع صداع تيلمون دخلت في لو بيرسوناج كو سا كومونسي ا مو جيني ملي كنسمع لامبوتياج ولا لي كلاكسون زعما فريمون سا مفيزي زعما كنت كندخل في واحد الهيستيريا في شي شكل. إيه دونك بقات معاك خلود، عشت معاك واحد الفتره معينه لحد الان مازال كيرجعوا ليا كيكوتيك لحد الان كنقول لك صافي بريسكو ان اون بس علينا تولاج ولا عام وشي حاجه مازال كنلقى راسي مره كيرجعوا ليا ديتيك فاسيلمون كيمشيو. هي سيتي ان بيرسوناج با فاسيل دو تو مي جافي دو بليزير وانا كنادي هذا الدور. نقدروا نقولوا هو بيرسوناج هنا يكون في مفترق الطريق ديال ريم فتحي، يعني ربما غادي نشوفوا تجربه ومسار ديال ريم فتحي غادي في اتجاه اخر بعد هذا الدور. جيسبر كنتمنى بعدا يكونوا مخرجين تفرجوا في هذا الدور هذا، كنتمنى ان شاء الله تعطيني فرص اخرين اي جو سي كو جي بوكو تالون عندي بزاف الحوايج من بين الناس والجمهور. علي الشخصيه ديالك يعني هو داك الشاب اللي كما قلتي قبيله يعني مضطرب خايف من داك المصير المجهول عاش مشتت كيعيش واحد الوضعيه صعيبه في الاسره ديالو، وانت دابا كتفرج في راسك وانس كيشوف علي، كيفاش كيشوف انس علي؟ راضي على 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 علي كتقول كنت نكون هنا ربما احسن، كنت ربما هنا ندير هذه يكون افضل. صراحه ما كنقولش كنت نكون هنا احسن ولا كنقول انا راسي مزيان، كنقول مثلا مزيان لعبت هكا مزيان ولكن المره الجايه غندير المره الجايه غادي ندير هكا، مي باش نحكم على راسي كيفاش كنلعب ما عمرني كنديرها وما عمرني غنديرها، حيت كنخلي الناس فاش كنحط شي حاجه مثلا في الانستغرام ولا كنشوف التفاعل ديال الناس معها عجباتهم دونك راه مزيانه، ما عجباتهمش راه ماشي مزيان فيها. الحدود الان علي راضي عليه الناس الحمد لله. كيفاش لعب علي داك يعني كاين واحد جوج ديال الخطوط متوازيه، كاينه علاقته مع خلود، علاقته مع اختو، وعلاقته مع سميره بالحاج، يعني هاد الشخصيات متناقضه ومختلفه وفي كل وحده كيبان لنا علي بواحد لا فيرسيون، يعني مع خلود كيبان داك الانسان المحب المتعاطف، مع اختو كيبان داك الانسان المحتضن اللي كيخاف على اختو، مع سميره بالحاج كيبان داك الشاب اللي ربما لقى واحد الفراغ معين كتملؤ ديك السيده. كيفاش لعبتي على هاد البيس اللي مختلفين؟ هي كيف قلت لك فاش كتدخل في الشخصيه هي كتبقى ديريجيك راسها نورمالمون، فاش كتحس فريمون بعلي فاش كيخرج مع خلود وكيتمشى معاه هو بلا ما نحرق الاحداث، ولكن كاين واحد اللعيبه كيرتاح هو يعني كيرتاح فاش كيكون معاه، كيحس براسو كيخوي قلبو عليها، هو كيتكلم عليها على ميسام اللي كتلعب الدور ديال واحد صديقه تما كيرتاح هو كيعاود ليها. عاوتاني فاش كيلعب مع نائله اللي الاخت ديالو بطبيعه الحال اللي هو الاخ الاكبر فهو غيخاف عليها،
وكل شيء هادشي كامل اللي كنشوفوا الفرق انه غينتقل سميره بالحاج، كنشوفوا حاجه اخرى كنشوفوا انه كيرتاح مع سميره بالحاج، هو فقط انه داك المشاكل اللي عنده في المنزل فاش كيخرج من المنزل ديالو كيمشي كيحس باللي داك المراه هي راه ما كيشوفهاش باللي راه باغيها، وراه كيشوفها باللي بحال الام ديالو، باللي حيت علي مختلف ماشي بحال الدري الاخرين اللي غيشوف مثلا السيده بفلوسها غادي يقول الله دجاجه بكمونه، لا علي فقط كيرتاح عندها في الدار، كيشوف باللي كتشفق عليه احسن من الاب ديالو والام ديالو. يعني داك الحظ المفقود كيلقى عند ديك السيده اللي بغينا نقولوا. نعم ندى، وانت كتطلي في رمضان بقوه هذا العام خلال جوج اعمال رمضانية، يعني كيفاش كتشوفي هاد وفي ادوار مختلفه كيفاش كتشوفي هاد الاطلاله بالنسبه لك في مسارك في المسار الفني؟ يعني واش هي كتبشر بواحد يعني اولا انتشار اوسع، انتشار جماهيري اوسع، الوجه ان شاء الله الوجه ما شاء الله ولا معروف يعني دابا حاليا خلال هاد الاطلالات، كيفاش كتشوفي خدمه هاد الاعمال لك في مسارك الفني؟ وصراحه شي حاجه زوينه بزاف، شي حاجه اللي كنت كنحلم بها من ديما، كنظن ماشي غير انا، كاع الناس اللي كيكونوا يلاه بداو يلاه قالوا بسم الله كيف ما كنقولوا في مجال معين، بيان سور كيفرحوا الى خدموا في دي بروجي جداد او الى بانوا الناس في حوايج جداد. سورتو كنطل في هاد الاعمال هادو زعما في الشهر ديال رمضان، وبيان سور شي حاجه كتشرفني حيت الناس بزاف كيتفرجوا في رمضان، يعني جو بونس ان هادي اكثر وقيته الناس كيتفرجوا في الاعمال وفي المسلسلات والافلام الى اخره، دونك بصح بالنسبه لي شي حاجه اللي زوينه بزاف، ولكن اهم حاجه كنتمنى زعما نكون عند حسن الظن ديال الجمهور، هذه اهم حاجه. كتشابه ريم مع خلود في شي حاجه؟ ما كتشابهش سانسيرمون ريم كاع ما كتشابه مع خلود، مي ما كرهتش كون كانت ريم بحال خلود باغ اكزومبل، كتفكر دو لا ميم مانيير، حيت خلود الي دو جونغ الي تري تري كالم، اي مالغري لي سيتواسيون لي واقعين اونتخ لي فامي الي توجور كالم، ما عمر كتسمع كتغوتي، يعني ما كرهتش يكونوا عندي زعما يكون التعامل ديالي فحال خلود، حيت خلود انسانه ما كتسوقش، عايشه في العالم ديالها اكزاكتومون، اي لي اون بي سيت في. علي كيشفق على خلود في نزهة القمر، كاين شويه ديال الشفقه وفي نفس الوقت كاين واحد النوع من المحبه والتقدير، يعني كما قلتي قبيله البريء اللي ما موراهش يعني شي حاجه، واش هاد الدور ديال الجنتلمان اللي كيأدي لنا انس يعني بشكل تري رافيني كان هكا خطوط الشخصيه رسمتيها؟ صراحه لا نهائيا، علي مختلف عليا بزاف، لا من ناحيه لا كيفاش كيتحرك لا كيفاش ديما ساهي ديما كيتامل، انت شفتيني انا باس شويه ضحوكي في الكواليس ما كاينش الشبه. نائله شنو عندها علاقه مع ندى؟ بزاف ديال الحوايج كيتشابهوا. لا شوفي كاينين شي حوايج بحال وضايق، داك النهار كنتفرج انا وماما بابا واحد لا سين انا وعلي، لا سين اللي غادي نجري على خلود وغادي تجي الدور فيا فاش غتقول لي انت كديري غير داكشي اللي قال لك راسك، والله ماما وبابا زعما قالوها في خاطرهم وسمعتهم عرفتي، او ميم طون قالوها زعما كل واحد بوحدو قالو والله بصح، قلت لهم كيفاش والله بصح، واش كيسعيروني فاش زعما فهمت. هي الحوايج الصراحه اللي كنشبه نيله فيهم راسي قاصح، وكندم دغيا زعما كندير الحاجه وكنقول ندير ما كانش خاصني فهمتي، زعما فريمون راسي قاصح وعصبيه، ولكن واخا هكاك زعما كنبقى شويه كالم، مي كاينين دي بوان اون كومون سورتو هاد الشيء ديال العصبيه وشويه راسي قاصح صراحه كاينين باش ما نكذبش. وانتم كطلوا بثلاثه يعني عبر بوابه ايسانيغتي، شنو تقدروا تقولوا من خلال هاد الادوار اللي طليتوا بها من خلال ايسانيغتي في خدمتكم على مستوى الانتشار الجماهيري؟ واش دابا نقدروا نقولوا انه ريم كتخرج الاماكن العموميه كيعرفوك الناس كيسلموا عليك، انس كذلك ومثال، ندى كذلك ومثال، يعني واش كاين داك الفيدباك بينكم وبين الناس في الفضاءات العموميه؟ صراحه و دغيغمون بعدا غير ملي بدا المسلسل نفس القمر سانسيرمون كنتلاقى مع الناس بزاف، سورتو كنتلاقى لي مامون زعما كيعاملوني بحال بنتهم، كيقول لي واش بصح كاين اللي كيشك واش فيا بصح التوحد، يعني ملي كنشوفهم في الاول كيبغيو يجربوني واش بصح مريضه، كيبغيو يشوفوا التعامل ديالي كيفاش غادي يكون في الاول عاد باش ممكن يبداو معايا اون ديسكوسيون،
دونك اي سا مي توش انورميمون اي سا مي في بليزير سورتو ملي كنكون يلاه حاله عينيا وكندخل انستغرام كنلقى دي ميساج دايور يلاه اليوم وصلني واحد لو ميساج دو لابار دون مامون لي بنتها فات توحد وما عايشينش في المغرب قالت لي فريمون تي نوزا توشي اي سا ما في فريمون بليزير يعني مي كون جو ريسوا دي ميساج بحال هكا كيزيدوا فيا لا فورس اي لينيرجي باش نعطي كثر في دي بروجي لي جايين ونكون ديما عند حسن ظن الجمهور المغربي. انس كيفاش كتعيش الفيدباك مع الناس في الشارع في الاماكن العموميه والفضاءات العموميه؟ ريم سابقاً انا يلاه بديت بديتي يعني بدا العمل في رمضان يعني رمضان فرصه مهمه للمتابعه الجماهيريه. صراحه كاين كتشوف كتحس الناس كيعرفوك يعني واخا تكون بحال دابا قبيله كندير البافيط الناس كيتعرفوا عليك دونك شي حاجه زوينه. نتمنوا ان شاء الله اللي جاي يكون احسن ان شاء الله. ان شاء الله ندى صراحه انا راني مشوز شي حاجه كتفرحني بزاف ملي كتلاقي الناس برا وكيعرفوك اي سورتو سورتو انا كنقولها ديما زعما ماشي اهم حاجه هي يعرفوك ولكن هي يبغيوك حيت كتقدر تكون مشهور ولكن ماشي محبوب ماشي مقبول عند الناس والله يعني الحب ديال الناس ما كيتشرب حتى شي ثمن واذا ما كتلقيهم كيبغيوك زعما هكا لله سبيل الله ما زعما عطيهم حتى شي حاجه وما عطيهم حتى شي حاجه وكيبغيوك ومتبعينك ومشجعينك وكيف ما قالت ريم فريمون ملي كتلعبي ان بيرسوناج اللي كيدخل القلوب ديال الناس او القلوب ديال المغاربه بصفه خاصه ثق بيا كيبغيوك لواحد الدرجه كبيره بزاف. فقره ديال الكواليس غادي نبداو بريم فتحي والدور ديالك طبعا كان دور صعب وفيه نقدر نقولوا من البدايه للنهايه صعوبات ولكن شنو المشهد اللي كتذكر ريم وتذكروا الناس اللي كان فريمون صعيب ودا منك بزاف ديال الانرجي؟ نسامو سيتي زعما ما كتبش كاع لي سين كان توتاليتي كان صعيب زعما كاع لي سين كاع لي سين كو جافي تورني زعما سيتي بريسك لا ميم سنسيبيليتي حتى في لي كريز ديالي كانوا كيكونوا كانت لا كريز ديالي ما كتكونش تري اوزي يعني عندي لي كريز ديالي كيجيوني عاديين سامبل مع مجدولين يعني كاين لحظات صعيبه كما عشتيها انت ومجدولين سورتو اللحظات اللي كتبغي ترحل كتكوني انت كتجيك داك لابانيك وما كتبغيش اللحظه اللي كتمشي تتلاقى مع باباك في المستشفى يعني هذاك الشيء واش كنتي كتبريباري ليه قبل كنتي بيان ايفيدامون كنت ضروري كنت كنبريباري ليه قبل وكنا كنقراو لا ليكتور انا ومجدولين دايوغ مجدولين حتى هي كنشكرها من هذا المنبر بزاف حيت اي ديجاج اون انرجي زوينه بزاف وعاونتني بزاف افيك سي زيموسيون حيت راك عارفه اكرام زعما ما كانش لاكتور كيعطيك لو جو راه ما يمكنش تعطي لو جو دونك مجدولي اندريسي اي ما بوكو ايدي دوبي توجور زعما سانسيرمون ماشي اول بروجي غنخدم انا وياها مي دوبي توجور زعما مجدولي سي اون بيرسون اللي كتبغي تعاون الواحد و كتبغي بوندون تورناج كونو بريسك اون فامي باش نعطيو ان بوكي دو فلور اللي هو زوين بزاف. ندى شنو كتفكري المشاهد الصعيبه اللي كانت عندك في الكواليس؟ بزاف ديال لي سيكونس كانوا صعاب مي اللي نقدر نقول لك كانوا صعب كثر واخا ما بغيتش نحرق الاحداث حيت مازال الناس غادي يتفرجوا كاينه اون سين بارمي المهم اون سين اللي كوم كوا حاولت ننتحر وكاينين دي سين مع بابا وماما حتى هما شويه فيهم ليموسيون باقي غادي تشوفوا ابخي دي سين مع دي كوميديان اخرين بلا ما نذكر السميات كيف ما قلت لك باش كومسا ما نحرقش الاحداث اي اوسي مع علي كاينين دي زيموسيون كانوا فريمون زايدين كثر من القياس حيت كيف ما قلت لك نايله وعلي خوت ولكن كنحسوا بهم بحال دوك لي زامي لي ميغ زامي واخا هي شويه صعيبه واخا هي شويه راسها قاصح ولكن حتى هي بالنسبه ليها علي هو لو كونفيدون ديالها وشحال من حاجه دونك كانوا بينها وبين خوها دي سيكونس شويه صعاب. بالنسبه لك انس كتفكر شي مشاهد كانت صعيبه في الاداء؟ كنتفكر جوج مشاهد واحد المشهد في الاداء وتفل كيفاش صورناه كان واحد المشهد ديال الصرخه ديال علي غيكون في السطح كيغوت كان ذاك النهار عندي صعيب لان بديت كنصور الصباح بكري في السطح وهذاك الديكور ديالي وكان البرد بزاف وراك عارف الممثل خصك كتكون لابس واحد اللبسه خرجتي بها من واحد البلاصه ودخلتي بها من واحد البلاصه تبقى غاكور غاكور وكنت لابس داك الشيء خفيف ماشي وكان البرد بزاف راسي عامر برد مرض ديال بصح وعاد زيد داك الغوته خدات مني واحد الانرجي كبيره وواحد المشهد اخر عندي كيجمعني بنائله اللي قالت لكم كاين في الحلقه الاخيره
نخليو الحلقه الاخيره يعني. نخليو ما نحرقوش ضروري. شحال تبيعوا لنا الحلقه الاخيره؟ لا لا الا هذيك. نخليو الحلقه الاخيره شحال احنا نتسناو. تشوفوا الناس الحلقه الاخيره. ندوزو حنا وياكم دابا للفقره الاخيره من برنامج ضيوف اكرام واللي فيها مشاهد نتسناو التعليقات ديالكم عليها. واردي يلا معايا. طلق مني صافا با ما غنمشيش معاك. غتمشي بزز عليك. علاش بزز؟ حيت خويا الكبير زعما راك ماشي خويا شقيقي غير نص خويا فهمتي؟ ودابا خليني نرجع للدار ولدارهم. علاش كديري بحال هكا؟ حيت بغيت. ما غنتحركش من هنا حتى تمشي معايا. بعد من الله انت حمار. علي ترجع للدار. على الاقل تعرف راسك شكون. مالي راني. قصوى انا دابا منين جبتيها هذا الاسلوب مع خوك الكبير؟ قبيحه. كنتي قاسيه يعني كلامك كان قاسي ويعني وجارح. عرفتي هاد لاسين جبتها لك من صغري. انا صراحه ديجا كانت زعما ديجا كانت عجباني وفريمون في ليماج ومني صورت فيها طلعت زوينه بزاف. جو سي با واش انت انس كتوقع رايي ولا لا؟ انا دوزت انس بغيت نبدا لك لكن فريمون جمعتي فيها القسوه وعدم الاحترام والحقد وكل شيء مع اخوك الكبير. هنا كانت بدات كتشك ان راه شي حاجه ماشي هي هذيك. الا سمعتي قالت ليه انت امو عارف راسك شكون دونك اصلا هني لي بيرتوربي وما عارفاش شنو واقع شك انهم كاملين مخبيين عليها شي حاجه صافي دونك باغا غتخرج تنشاط. بالمقابل انس يعني وعلي الاخ الاكبر يعني كنتي هنايا هادئ وكتحاول تلم الموضوع كما كنقولوا وتخرج اختك من هذاك البلاصه اللي هي فيها. منين جبتي ديك الحكمه؟ ولكن ما كتسمع ولكن ما تتسمعش ليا. هو علي وعلي كيف كنعرفوه زعما شي حتى هاد الطريقه كيفاش هضر معاه هو راه قل من هكا باغي يهضر معاه ولكن شاف قدام الدراري وشاف كيفاش تكلمات معاه وجا داك الدري بغى بزاف الرجوله ديالو. وعلي من النوع اللي ما تيبغيش يتحقر. لاحظنا حتى واحد الوقيته غيكون قال لي واحد الدري مع ميسم قال لي بوزبال ضربو ما كيفكرش بزاف كاش كطرى ليه شي حاجه بحال هكا واخا هو ظريف ولكن فاش كيتحقر ما تيبقاش يفكر. ندوزو للمشهد الثاني. خويا ودنا لك بابا دخلي. انا ما جيتش باش ندخل. شنو بغيتي بابا؟ علاش قلقتي ماما وخليتيها كتبكي؟ انت راك عارفه المشكله بابا. ماما كاع هي اللي فعلها فوت. انت جابك لهنا سيري عند امك وهنينا وعطينا اتساع. سكتي واحد شويه. مالي سميتي سكت سمعي. ما عمرك تعبت من هاد الدار. سيري عند ماما كتوريك شكون باباك. هذا راه ماشي باك. سكتي شويه تقام الدريه. سيري دخلي سيري دخلي سيري دخلي صافي سكتي. ريم وي قسوه ديال فتيحه وتيلي وي كيفاش بلعتيها فهاد وانت كتشوفي شتك بحال تاثرتي بحال رجعتي بالذاكره لديك اللحظه. تاثرت حيت كتبقى فيا خلود بزاف حيت مسكينه ما ذنبها حتى شي حاجه بالعكس ما كراش كون جده ديالها حتى هي ظريفه وكتعاملها مزيان او موان فاي سي دو ديكيليبري بين لا سيتوياسيون اللي بين باباها وماماها. مي سي دومال سي كوم سا. وهي مسكينه راه زعما عايشه مع لا سيتوياسيون. علاش هاد اللمعه اللي كنشوفو في عينيك؟ اه سي ان بيرسوناج كي مو تيان ا كور سانسيرمون. سيتي با فاسيل مي بريف والله والله ملي كنشوف راسي كنتاثر وحتى جاريف ميم با سيكسبريمي والله سانسيرمون. سي ان بيرسوناج كي مو تيان ا كور و جو سوي سور اي سيرتين كي مو ماركرا توت ما في. حيت قليل في تقدي تلعبي سو جونغ دو بيرسوناج وقليل في المخرجين يثيقوا فيك باش يعطيوك دي بيرسوناج بهذا الحجم الكبير. دوزو لحاجه اخرى من خلال ما اخر ما قلتي ريم اللي هو يعني المخرجين كيثيقوا فيك يعطيوك بحال هذه الادوار. واش ما كتشوفوش بثلاثه يعني ندى انس ريم انه فعلا كاين ثقه كبير وحمل كبير توضع على عاتقكم في مسلسل نصف القمر؟ الادوار ما كانش ادوار هينه والحيز الزمني ما كانش حيز بسيط والشخصيات كانت فعلا يعني مركبه. يعني ما كتشوفوش انه كان ثقل على عاتقكم باعتباركم شباب يعني وتحط عليهم هذا الحمل ندى؟ انا صراحه لا ريبونس ديالي غادي تكون هي اه حيت كنحمل ثقيل بزاف ولكن الى هذا الشيء كيدل على شي حاجه فانه كيدل ان على ان المخرجه ثقت فينا وهناك موهبه طبعا زعما ضروري الحمد لله يعني
اون سي تري بيان كون ما كانتش الموهبه في كل زعما عند كل واحد فينا راه ما كانتش غادي تكون هذيك الثقه من الاول. الثقه ديال المسؤوليه بالنسبه لانس حمدوشي. انا غادي نقول لجيان بحار شكرا مره اخرى حيت كان هذا اول دور بطولي ليا، دونك صعيب صعيب شي مخرج يثق فيك بحال هكا. دوزت عندها الكاستينغ قالت لي مزيان عجبها الاداء ديالي، فاش مشيت للدار بقيت مخلوع تنقول واش غنكون زعما في التصوير اهلبه الثقه ديالها، راه بطوله ودور ما ساهلش مركب شويه، فبقيت خايف ولكن الحمد لله. دابا غنمشيو عند ريم، يعني دور كما قلنا عنده حموله وثقيل، كنتي على قدر مسؤوليه جيهان بحار ولا قدر مسؤوليه الدور؟ انا نشكر تالي جيهان بحار بزاف حيت دارت فيا الثقه. انا نعاود لك كومون سا سي باسي، انا خارجه من البيرو اي دايور جيهان البحر ملي عيطات لي في الاول بوغ رونكونتر، كانت شافت لي فام، كان شافت واحد لو فيلم عجبتها فيه جوست ابخي، هي كان شافتني بالشعر طويل، يعني بغات هاد لو بيرسوناج ديال خلود يكون شعرو طويل، يعني ملي مشيت لعندها ندوز الكاستينغ اي ليزيتي افيك لو جوفو كور اكزاكتومون، مع مشيت عندها مشيت مقرعه شعري دونك اي ليزيتي، كتقول ماشي هاد لو بروفيل اللي بغيت، وانا خارجه بلو بيرو اي كنقول ريم هاد لو بيرسوناج ديالك بحال حسيت به ان غيكون ديالي، انا خارجه من البيرو كنقول هو ديالي، زعما هذا لو بيرسونال سي مو كي فا جوي، اي ما عيطوش عليا ابخي اون سومين، زعما جي كومونسي افوار بور كنقول عندك ما عيطوش عليا عندك يمشي هذا لو بيرسوناج، اي كنت فريمون باغا نلعب، مي اون فان كونت كتبت سولتكم يعني من بعد هذه التجربه هذه ومن بعد هذا الحمد لله هذا رد الفعل الايجابي مع الناس كما قلنا قبيله من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، يعني كاين تفاعل ايجابي، كاين تعليقات، كاين الناس كيتلاقاو معكم بشكل مباشر كيتعاملوا معكم بشكل ايجابي، كيفاش كتشوفوا الكارير ديالكم من بعد؟ واش كاين شي ما نقولوش تخطيط مي غير كيفاش كتشوفوا الامور من بعد فنيا؟ كنشوف هذه الخطوه ديال هذا العام من العام اللي فات صراحه، من العام اللي فات وهذا العام كنشوف غادي وكنزاد درجه درجه، وكنقول ان شاء الله اللي جاي غيكون احسن ان شاء الله. ندى صراحه انا لا ميم شوز، كنقول ديما كنجرب حاجه جديده سورتو كنتحدى راسي في حوايج جداد، كنقول ان شاء الله انا دابا كندير اللي عليا كنبين لو طالون اللي عندي، وان شاء الله من هنا لقدام الى كتبت شي حاجه اخرى راه زعما علاش لا، مي اهم حاجه هي كل اكسبيريونس كتعلمي منها اكثر واكثر. بالنسبة لريم كيفاش كتشوف يعني المستقبل الفني بعد هاد الخطوة وهاد التجربة؟ ما إن شاء الله غادي يكون نوفو ديبي بالنسبة ليا، إي شاك بروجي كندخل ليه كتكون من نوفيل إكسبيريونس بالنسبة ليا، إي لو ميور إيت أفونيغ إن شاء الله. مع ريم فتحي غنختموا حلقة اليوم من ضيوف إكرام اللي كانوا حاضرين معنا فيها ندى الداوي وأنس الحمدوشي، ليلتكم سعيدة ولا ملتقى جديد إن شاء الله. باي باي.